والله لا أحبه، كلمة قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجل قيل عنه أنه فارس بألف فارس، دافع عن الإسلام وحارب لأجله فكان فارسا شجاعا، فقد لقب بأسد الغابة، ولكنه ادعى النبوة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهيا بنا لنتعرف أكثر على قصة هذا الرجل. ففي العام التاسع للهجرة بعد فتح النبي صلى الله عليه وسلم لمكة المكرمة، أقبلت عليه الوفود من كل مكان تريد أن تعلن إسلامها، ولكن الوفادة بدأت قبل الفتح، ولكن الوفادة العامة التي توالت على الرسول صلى الله عليه وسلم باستمرار قد وقعت في العام التاسع للهجرة بعد عام من الفتح، لذلك سميت السنة التاسعة بعام الوفود. فقال ابن هشام في السيرة النبوية: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفرغ من تبوك وأسلم الثقيف وبايعت، ضربت إليه وفود العرب من كل وجه، فكانت أكثر الوافدين من سادات القبائل وزعماؤها، وأيضا كانت هناك من ينوب عن قبيلته أو يتوافد رجل ومعه جماعة صغيرة، وكان من هذه الوفود بني أسد. بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه، دخل عليه وفد من بني أسد وكانوا 10 رجال، وكان منهم حضرمي بن عامر وضرار بن الأزور وصاحب هذه القصة طليحة بن خويلد الأزدي، فسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال حضرمي بن عامر: يا رسول الله، إنا شهدنا أن الله وحده لا شريك له، وأنك عبده ورسوله، وجئناك يا رسول الله ولم تبعث إلينا بعثة، ولم نقاتلك كما قاتلك العرب، ونحن لمن وراءنا؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولكن طليحة ابن خويلد الأزدي ما لبث أن تغيرت نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودب في قلبه الغيرة منه، وجعل ينظر في أمره: كيف نشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم صغيرا، وكيف بدأ يكبر يوما بعد يوم، حتى دانت له الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها، رافعة له الولاء والطاعة. فارتد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحارب المسلمين، ثم انهزم على يد جيش خالد بن الوليد وتفرق جنده، فهرب ولحق بالغساسنة بالشام، ثم عاد طليحة بعد ذلك وأسلم وحسن إسلامه، ثم اتجه إلى مكة يريد العمرة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، واستحيا أن يواجهه مدة حياته. وقد رجع فشهد القتال مع خالد بن الوليد، وكتب الصديق إلى خالد أن استشره في الحرب ولا تؤمره، وهذا من فقه الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لأن الذي جعل طليحة يدعي النبوة حبه للرياسة والزعامة. ولما جاء طليحة وسلم على عمر قال له: أغرب عن وجهي، فإنك قاتل الرجلين الصالحين عكاش بن محصن وثابت بن أقرم. فقال: يا أمير المؤمنين، هما رجلان أكرمهما الله على يدي ولم يهني بأيديهما. فأعجب عمر كلامه، وأوصى الأمراء أن يشاوروه ولا يولى من الأمر شيء، وشهد معركة اليرموك. وكذلك كانت وصية عمر إلى سعد بن أبي وقاص بألا يؤمره على شيء، ولكن بأن يستشيره. فلما كان يوم أرماث قام طليحة في بني أسد يدفعهم إلى القتال وإلى الدفاع عن الإسلام والمسلمين، ثم بارز الفرس وقادتهم فقتل منهم وأصاب. وفي يوم عماس كان مقداما لا يهاب الموت، وهاجم الفرس وحده من خلفهم، ثم كبر 3 تكبيرات ارتعب لها الفرس، فظنوا أن جيش الإسلام جاءهم من ورائهم. وفي القادسية خرج للاستطلاع فأبى أن يرجع حتى يتم المهمة، واتهمه البعض بالغدر وعايروه بقتله عكاش وصاحبه، ولكنه أصر أن يكمل المهمة وحده دون عون من أحد،
فأسر أحد جنود الفرس وسار به حتى وصل معسكر المسلمين وسلمه لسعد ليستجوبه عن أخبار جيش الفرس. وقاتل طليحة في معركة نهاوند قتال الأبطال حتى نال الشهادة في العام 21 من الهجرة.